مجيد تبون صدر مصف الاستحقاق الوطني أن يسدي تكريما بوسام الاستحقاق الوطني للرياضيين الجزائريين الفائزين في الألعاب الأولمبية سنة 2024. إن هذا التكريم مستحق من قبل السيد رئيس الجمهورية لهؤلاء الأبطال ليعود تثمينا وتشجيعا لهم نظير ما قدموه من جهد وما كابدوا من أتعاب فصبروا واحتسبوا وفازوا بالمراتب الأولى. أرجو من الأنسة إيمان خليف أن تتقدم لتوشيحها بوسام الاستحقاق الوطني من طرف السيد رئيس الجمهورية بوسام دار التعهد من مصر. الرياضية إيمان خليف توجت بالملاكمة وكانت من الأبطال توجت بالذهب تحظى بوسام بدرجة عهيد من المصف، كما تحظى في الوقت ذاته بشهادة إشعار بإسداء درجة وسام عهيد من المصف ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية، كما يحظى مدربها السيد محمد شعوى بمكافأة مالية هو الآخر. السيدة كاميليا نمور. الآنسة كاميليا نمور توجت بالذهب في اختصاص الجمباز في أولمبياد باريس لسنة 2024، تحظى بوسام بدرجة عهيد من المصف يسلمه إياها السيد رئيس الجمهورية وشهادة إشعار بإسداء درجة العهيد من المصف، إضافة إلى مكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية، كما يحظى مدربها السيد مارك ميشيل شيريسانكو بمكافأة مالية هو الآخر. السيد جمال سجاتي. الرياضي المتألق جمال سجاتي سليل مؤسسة الجيش الوطني الشعبي توج بالبرونز في الألعاب القوى اختصاص 800 متر، يحظى بوسام بدرجة جدير من المصف وينال شهادة إشعار بإسداء درجة جدير من المصف ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية، كما يحظى مدربه السيد عمر بنيدا بمكافأة مالية هو الآخر، والذي تحضر عنه زوجته السيدة نورية بنيدا مراح.